برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع مديرية الفنون الجميلة، أقيم المعرض السنوي للفن التشكيلي في قلعة دمشق، وذلك ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري 70 عاما من الحداثة. المعرض مهم جدا، فيه أسماء كبيرة وفيه ضيوف من كبار الفنانين التشكيليين يشاركون ربما لأول مرة منذ سنوات في هذا المعرض. لدينا أكثر من 115 لوحة بين عمل تشكيلي، نحتي، خزفي، جرافيك، لوحات تصويرية، رسم. إذن غنى كبير في الموضوعات، في الأسلوب، وفي الأجيال التي المشاركة. المعرض السنوي كان واجهة الفن التشكيلي بسوريا، كان أغلب الفنانين السوريين ينتظروا هذا الحدث لأنه كان يمثل نتاج المبدعين السوريين خلال عام واحد، لذلك كل واحد كان عنده تجربة جديدة، كان عنده حرص أنه يحط عمل من أعمال هالتجربة ليبلش يسوق عن تجربته، لذلك المستوى كان تقني كان عالي، حضور الفنانين كان رائع جداً، كان تعامل وزارة الثقافة مع هذا الحدث كان كتير كبير. يتضمن المعرض لوحات من فن التصوير الفوتوغرافي، تصوير ضوئي، خط عربي، نحت، حفر، خزف، ومشاريع تجريبية. مشاركتي هي لوحة من لوحاتي بمعرض خبايا الروح. المعرض هو بيتكلم كان عن خبايا النفس البشرية والأقنعة، سقوط الأقنعة بعد الحرب السورية وكيف دخلنا شوي بالمجتمع السوري وكيف الإنسان بيغير أقنعة، ماسكات بتغير الأفراد وبتغير الظروف، ومو بشرط يكون القناع هو سلبي، ممكن يكون إيجابي ليقدر الإنسان هو يحمي نفسه من النفاق أو خلينا نقول الخداع اللي حوله. لوحتي هي أكريليك وزيتي بالإضافة إلى عدة تقنيات مع الكولاج، هي سورياليزم. هذه المعارض والفعاليات هي مساحة تتيح الفرصة أمام الشباب المبدع من خلال مشاركته وعرض إمكانياته في تجسيد الجمال بلوحاته.